السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة ماذر بورد جيجا وايت. طبعا أنا جربتها لقيتها بتصفر رامات، باين على البنك ده في مشكلة. طبعا جربنا البنك التاني مش باين فيه حرق ولا أي حاجة، طبعا في مشكلة برضو. هنجرب البنك التاني طبعا، نشوف ايه اللي هيتم معايا. حط المظهر بتاعتي. نجرب البنك اللي هو المفترض ان هو يكون شغال. بسم الله، مش عارف انتوا شايفين كده ولا لا. واضح بقى، دي الصفارة اللي احنا سامعينها برضو مع تركيب الرامة البنك التاني. مش البازار، هنجيب تستر رامات. تستر ده عبارة بيعمل تيست على بنك الرام ان هو كونكتد مع البروسيسور او كونكتد مع الشيبس ذات نفسها. فده دي رام 3 وده دي رام 2. فكرته ان انت بتركبه مطرح بنك الرام زي ما انت هتشوف دلوقتي كده اهو، وتشوف الليت اللي هينور معاك واللي مش هينور معاك. بس طبعا في مجموعة كبيرة جدا تحت اهي كلها مش منورة. هحاول اوضحها لكم، مش عارف هي واضحة ولا لأ. ثواني طيب، متهيألي كده ممكن اطفي النور طيب اكتر عشان تفهموا فكرته. بس كده في ليدات، في مجموعة ليدات هنا، ادي 1 2 3 4، اربع ليدات هنا فاصلين في الصف الاخير ده. واضح؟ طبعا انا بصيت على بنك الرام، في مشكلة في بنك الرام فعلا في المنطقة دي كلها. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا البنكين كده كده بايظين اساسا، فاحنا هنفور البنكين الرام بتوعنا وهنركب بنك دلوقتي ونشوف ايه الوضع. بس عشان الاسم ناخدوا بالنا بس من حاجة ضرورية هنا بالنسبة لبنوك الرام. بيبقى فيه هنا هو عبارة عن يعني أروس كده أو سهم مثلا أو حاجة شبيهة بكده، فلازم ده نضغط عليه كده عشان هو اللي بيبقى ماسك البنك الرام. حامية بس علينا.
هحاول دلوقتي اشد ايه بقى بنك الرام. الاطراف لسه ما فكتش. ايه الاخبار؟ الحمد لله. في حاجه ولا ايه؟ استني على السيت. طب اتفضل اقعد. طيب لو انت بتلعب على اي حاجه وتقف ومتعادش ومش عايزك تتحرك، السهم ولا يقفل ولا يفتح ولا يروح ولا يجي. نزلهولي 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 نشوفه في ايه. ده كل شويه على كده يعني، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله، بس في نصها تروح واقفه خالص، ما فيهاش اي مشكله خالص، عادي. هو كده كده عايز ينزل اساسا. هشد بقية البنك طبعا، سايب بقيته هنركب له. اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا باشا. لسه فيها طبعا البنات دي تعمل لك مشكله لو صفرت. طبعا هتشوفوا كده ان في بنات كده باين، مش باين كده، كده باين في حاجات لسه مسدودة اهي. طبعا هنسلكها دلوقتي اهو ونركب البند بتاعنا. الصعب ده كله امسح الجيش عشان مبقاش مشاكل. Thank you.
سلكنا كله كده خلاص. هننضف مطرح البنك القديم طبعا عشان نشوف اذا كان لو في قاطع في بعض اللاينات ولا حاجه. في بعض اللاينات بتتقطع برضو لما يحصل مشاكل سلك بنوك الرام. هنجيب بنك الرام اهم حاجه اخد بالي ان الصفوف دي موازيه بعض بالظبط، ما يكونش فيها اي خلل. سقط معايا كده بنك الرام اهو، طبعا نأكد عليه. اول ما انت بتركبه اساسا الاسهم دي او الاروس دي بتبتدي تخش وتعلق البنك ذات نفسه. دلوقتي احنا هنتاكد ان الاطراف كلها داخله كويس، مفيش حاجه اتنت تحت البنك ولا حاجه. في بنايه هنا فعلا ما دخلوش، فعلا في بنايه ما دخلوش. تاني تاني مش عارف باينة عندكم ولا لأ. هنبتدي نعملوها برضو ونحاولوا ندخلوا تاني. اركب البداية من عندها عشان اتأكد ان هي ركبت. البنايه دي ممكن تتقتل واضطر ان انا اغير بنك الرام بسبب احاول اوسع المنطقه دي شويه. هنحاول نركب بقية البنك وهنراجع برضو على البنات اللي ركبت ولا ما ركبتش. لازم تأكد كل الأطراف البنك ذات نفسها دخلت. نأكد بقى من تحت داخل اهو خلاص.
احنا ركبنا كله مفيش اي مشكله. بس اكد بس على اللاين وهبتدي. هبتدي اثبت بنك الرام على الخيمة، طرف من الاطراف هنا من على الحرف، وطرفين من على الحرف من هنا مثلا، وطرفين عكس. انا كده اتأكدت ان البنك مش هيتحرك من مكانه خلاص. هبتدي اركب بقى الطبيعي بتاعي. بسم الله.
التانية بقى اللي احنا ايه عارفينها، انت بتعمل كده، حط المركو، اهم حاجة المركو عندك تكون حامية وسنها نضيف، وبتمشي وتكون حاطط فلاكس، كمية فلاكس، والأزيد بتاعك كويس، أهم حاجة فلاكس يكون كويس عشان تعرف سوري تسحب السحبة اللي أنت بتسحبها في الأزير ده كده مثلا كده. دي طبعا معروف إن هي دي طريقة صيني في اللحام الإنجليزي، اللي هو اللي أنت بتلحم بالناية بالناية طرف طرف، ده الإنجليزي. الصيني بيبقى كده يعني، بياخدها يسحبها كده بالمكوى زي ما انتوا شايفين كده. انا لحمت اتنين كده انجليزي واتنين كده صيني، دي طريقة اللحام. طبعا اسرع بكتير. في أطراف لسه ما خدتش أزيل، فاحنا هنعيد عليها تاني. طبعا في قاعدة تانية، بس إيه، هنحط كمية فلاكس كويسة عشان نعرف هنلحم. طبعا هو كله واخد، بس في حاجة بسيطة كده مش عارف الكاميرا شغالة. أوكي، شايفين على بعد، بس المهم انتوا شايفينه خلاص. هناخد الهوت اير زي ما انتوا شايفين، هنشغله مثلا على 350 درجة تقريبا، وهبتدي اعيد على البنات كلها كاملة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كده اهو، في طبعا بنات بتروح منها الغزير، فاحنا بنعيد عليها إعادة سريعة كده، بنقيل والمكوة في نفس الوقت. أنا شخصيا ما بحب الشكل البني كأزير، يكون باين إن هو إيه بهدل. في ناس بتغير بنو كريم بيبقى شكلها مش لطيف يعني. بعيد بس عن الأطراف اللي هي إيه ما خدتش أزير كويس، تاني كله كده أخد خلاص. بس هبتدي أنضف مطرح، اشتغلت هنا بسم الله. شفتش احاول انشفها بسرعة.
المركب طبعا مكثف سقط مننا، احنا شغالين بسم الله. شوف العدسة بس في فعلا بالنفس ما خدتش. مش عارف هيبان عندك ولا لأ، هقول كده نجرب بقى التجربة اللي احنا كنا بنجربوها بنك الرام، سوري التستر بتاع الرام. اتفقنا دي درام 3 نشتغل عليها اهو بسم الله. بسم الله طفي النور طبعا عشان انتوا تشوفوا. احنا البنك الاخير كان فيه 4 ليدات او 5 ليدات تقريبا كده، البنك كونكتد كله كامل اهو باين كده، هنجربه ونسمي. بالنسبة للومض الليد يا جماعة خلي بالكم، عشان لومض الليد بتضعف النظر بجد والله، يعني حرام لومض الليد بتضعف النظر الأطفال ناس كبيرة، لأن فعلا النظر ضعف خالص من لمبة الليد. فاضطريت إن أنا طبعا أعمل لها التاندا دي كده عشان طبعا نظري راح بسببها، فكل خلي باله من الموضوع ده ما يبقاش النور مباشر على العين. بسم الله ركب التستر سبيكر. سوري 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 سوري، طبعا مش متأكدين بس احنا هنجيب الشاشة من ورا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. عرفتني برضه ان في مشكلة المظهر ذات نفسها كده، كمان مش بنك رام، كمان احتمال يكون رام كمان، نغير رام مش هنخسر حاجة.
اتفتحت اهي اشتغل مفيش اي مشاكل. هي كان مشكله كمان ياما يعني غير بنك الرام، ظهر كده ان الرامه اتاثرت مع الحرق اللي في البنك التاني. ادي المظهر اشتغلت اهي. طبعا هي عملت ريستارت اشتغلت زي ما انتم شايفين مفيش اي مشاكل. شكرا.